سفن، أبواب، نوافذ، كل الأشياء الخشبية التقليدية. حاول نطور الشغلة بس ما نبتعد عن لمسات تراثية الخليجية والبحرينية. طبعا ويد معروف هذه كان قديما يوضع في الدارة والحجرة لتعليق الهدوم أو الثياب أو المناظر. كنت صغير في السن في المدرسة، الوالد عنده ورشة في بيتنا في المنامة. كانوا يستعملونهم الأول حق وين؟ حق الزواج، الفرشة الأول الزواج كله عبارة منظرة وطاووسة. From the remotest ages and until nowadays, the decoration of wood has been a foremost art. The use of wood for crafting dates back to the earliest civilizations, with evidence of wooden objects found in archaeological sites not only in the Kingdom of Bahrain, but all over the world. Wood is a versatile and durable material, making it a popular choice for crafting and creating various objects and items. Craftsmen have honed their skills and perfected their techniques to create various items that serve both functional and artistic purposes. We see picturesque designs of woodcraft all over the kingdom. Skilled Bahraini artisans, through their traditional tools, crafted magnificent and subtle wooden pieces that reflected the splendid beauty of this art in their country. اسمي محمد القاري. بديت هاي الشغلة من يعني أنا تعلمتها من الوالد. يعني كنت صغير في السن في المدرسة، الوالد عنده ورشة في بيتنا في المنامة. خلصت مدرسة وخلصت الدراسة 1996، بديت بورشة صغيرة في البيت، كبرت دي الورشة لما صارت هذه الورشة اللي احنا فيها الحين. معكم الحرفي علي مطار، متخصص في الأعمال الخشبية التراثية. اول ما يعني صنعت البيبان في البحرين هي البيبان المسماريه، هي شبيهه بصناعه السفن، طريقه صناعه السفن وطريقه صناعه الابواب يعني متداخله مع بعض، لان تشوف الابواب القديمه من ورا مثل الشلامين فيها ومثل المسامير اللي مخترقه وظاهره من ورا ومجفوسه نفس شلامين السفن. هذه طلعت في القرن 19 والقرن 20، وجدي اشتغل عليهم، يعني لا زالت ابوابه موجوده في المحرك بعض الابواب. ابوي قال لي عنهم ان هذا لين من صنع الوالد. ففي كم من واحد في البحرين في المحرك موجودين للحين الابواب، بس احنا لا زلنا مستمرين نسوي ذي الابواب التقليديه القديمه اللي هي المسماريه، ونفس الشيء فيه ننقش وفيه الخشم وفيه المزلاي وفيه كل شيء.
ومحافظين عليها. المباخر القديمة التراثية كانت هي على هالأساس ويحلون، فاحنا حاولنا نطورها، فحاولنا نغير الدقات اللي فيها. لو سألتوني هذه شلون تصير الدقة، هذه اللهم عقب ما تركب النحاس الدقة. لو ردينا وشفنا الأوليين إذا شاهدوني أمهاتنا ولا أبهاتنا الموجودين بيسألون بيعرفون هذا شنو الشغلة. شباب الحين ما يعرفون شو الشغلة. هذه الشغلة هذه أيام الثوب مال الأول مال أمهاتنا الله يرحمها الوالدة، هذه الزاري القطعة اللي تصير في الثوب، فإحنا سويناها ركبناها في المبخر، عطيناها لمسة تراثية من باب يعني الملابس القديمة وسويناها كلها هي بمسمار. عقب شجعني الوالد يعني في أشياء واجد، أنا كل شيء أسويه أعرض عليه أخذ رأيه يعني إلى الحين. فانضميت للأسر المنتجة سنة 98، كان لي أول معرض، وابتدت المعارض عقبها تصير نروح كل معارض في الأسر المنتجة إلى ما 2007 جهز مجمع العاصمة، انضميت لمجمع العاصمة وظليت إلى الحين أنا في مجمع العاصمة. إحنا أخذنا الشغلة بعد نفس الشيء من اليد ومن الأبو ولين وصلت لنا. عمامي كانوا يسوون لبسوت القديمة الخشب، لبسوت الخشب يبون الشاصي مال السيارة وهم يبنون البادي مال الباص على الشاصي، فكانوا يسوون الخشب، يسوون يعني الباصات القديمة ويسوون البيكابات القديمة. أنا الوحيد اللي يمكن من العائلة أنا وأخوي عبد العزيز قدرنا شوي نحافظ على الشغلة، ولازلنا الحين لازلنا نشتغل في هذه الشغلة، يعني سفن، أبواب، نوافذ، كل الأشياء الخشبية التقليدية. حاليا هنا عندنا في المحل نستعمل الخشب البلاك بورد او الام دي اف او المرنتي. واحنا عندنا كل خشب الطبيعي هذا كله، الخشب الساج، التيكود، وهذا الاحمر طبعا في ناس الصبغه، في ناس تعطي اويل تيك تضربه اويل تيك انزين يبين الالياف مالت، وهذا البيتش، وهذا البيتش، وهذا الخشب الأبيض، وهذا المرنتي. خشب المرنتي حق الود، هذه الود اللي كان يستعملونها في الحجرة أو في الدار لتعليق الثياب أو المناظر. وعندنا المقبس طبعا هذه نسوي من خشب الأبيض، نحرقه وعقب الحرق نصبغه، وعقب الصبغ نسوي له نطقه كلير عازل اللي هو عازل. وعندنا النحاس، هذه الاشياء اللي يعني في الخشب نشتغل فيهم. عملهم اول بدايه نسويهم نوديهم حق المخرطه، نسويهم في المخرطه، من بعدين نصبغهم، وعقب الصبغ نطقهم الكلير وخلاص يتمون جاهزين عباره حق التركيب. الابواب المسماريه يعني يتميز بالخشم ماله، هذا الخشم اللي هو مقدمة الباب، ويتميز بالمزلاي الأمامي والصيخ، في بتات ورا حق الباب المسماري، وفي بعد مزلاي من ورا علشان ينقفل الباب، وفي الفريم ماله. الأبواب الكبيرة المسمارية يسمونهم باب بفرخة، لا مثل الباب الصغير اللي على اليد اليسار، دائما بتلقاه على اليد اليسار باب صغير يدشون ويظهرون منه بشكل يومي. اذا احتاجوا ان هم يفتحون الباب الكبير هذه يدخلون شيء او يظهرون شيء او عندهم مناسبة او ضيف او شيء يفتحون الباب على مصراعيه. الكازوة هي تعتبر نوع من انواع النقشات، والبيذانة
بعد نوع من الأنواع، وأصابع العروس بعد نوع من الأنواع، وإحنا نستعملهم كلهم في النقوش مالنا. الدالة كل واحد يعرفها، الدالة البحرينية، فسويناها كمبخرة، يعني لو تروح في السوق مو موجود في السوق، فإحنا حاولنا نسوي الدالة وندخل عليها قطعة الفخار، هي كشكل تراثي قديم معروف من تراثنا الأول الدالة القديمة. فحاولنا بعد نسوي شيء ثاني اللي هو المرش. المرش ما الأول يعرفون شنو المرش؟ المرش كانوا يحطون فيه الماي الورد، وكنا احنا صغار لما يصير عرس يوقفون نسوان يرشون على العروس ماي ورد، احنا يوم كنا صغار ناخذ ونشربه. هما كان ليلة الزواج هذا المرش المعروف القديم كشكل ديزاين، يعني مرش دخلنا على الفخار. فانوس القديم سويناه كمبخرة، دخلنا عليه بعد الفخار، وهذه شكل فانوس ويكون كمبخر، مبخر وفي عدة ألوان. هو نوع الفنر، تذكرون على يوم الأول على يوم العرس لما تكون الدزة، الفنر كان وقت الدزة بتكون فرقة شعبية، وكان أيام ما أول ما في يعني الإنارة في الدواعيس على يوم الأول، فكان الفنر رفعونه يحطونه كذي حق الدزة. الباب القديم بعد حاولنا نسوي كمبخرة، باب ما الأول ودخلنا عليه شو اسمه الفخار، هو مبخرة هو كديكور، يعني يعطيك رمز مال تراثنا وعليهم الأبواب القديمة مال البحرين والخليج تقريبا، هاي تراثنا الباب، هذه الحب مال الماي أساس هو الحب. الحب يمكن ناس يعرفون ناس ما يعرفون، الحب سمونه ثلاجة مات الأول، يحطون في الماي ويصير بارد كنا حاط فيه ثلج. حاولنا يعني نسويهم أصغر كالحب، ولكن ممكن نسوي كمبخرة، هذه الحب نحط فيه شوية من التراب هنا ونحط الفحم ويصير كمبخرة، يعني هو حب هو مبخرة. فهذه قصة المبخر الواجهة، سوينا بعد قصة المبخر وفي عدة ألوان. فنفس ما قلت لكم نحاول نطور الشغلة بس ما نبتعد عن لمسات تراثية الخليجية والبحرينية الأساس، على أساس يعني أنه يصير شيء من تراثنا الجميل، تراثنا القديم على يوم الأول. يعني بالنسبة للمجسمات الصغار سويت هاي الطابل كاشوفه، هذا هو هاي حق تعليق في السيارة، والثاني أصغر منه بعد كهو نفسه بعد سويته، وسويت مال الليوة، أي مروس حق مال الليوة مال تانجو الليوة ذي، هاي سويتها. وبعدين سويت الميداليات هذولين حق المفاتيح، هاي بعد حق المفاتيح، وهاي نفس الشيء الصغير بس النوع الثاني ذي خشب ثاني. سويت الفخاخة مال الحبال الأول حق الحبال كان شقال يعني، وهذه نفس الطارة العودة بس الطارة صغيرة بعد تعليق. وبعدين الله يسلمك عزمت على الباصات مال الأول اللي يسمونه جنجل باص، سويته هذه، أخذ الواي هنا أسويه مع هذه كامل هني، ولا هني كامل، وفي أكو في الجير ماله والسكان والدوسات تحت كامل مسويها، هذه هاي باص واحد وهذه الباص الثاني. والمناظر هذه لا، هذه المناظر أحفرها حفار من ورا، شغلة صعبة يعني، كل شيء بالعكس أسوي. حتى هذه بعد بالعكس، حتى لو في كتابة مثل ما شاء الله توكلت على الله أكتبها بالمقلوب على الجامة ذي، عقب ما يفتشي تطلع لك واضحة. كانوا يستعملونهم الأول حق وين؟ حق الزواج، الفرشة الأول الزواج كله عبارة منظرة وطاووس، يعني منظرها اللون خالية سعودية ويمها طاووس، منظرة وطاووس هذه من كل يأخذونه من كل بيت، البيوت اللي موجودة الأول كل واحد يجيب المناظر اللي عنده ويحطهم في الفرشة، كانوا يستعملهم في الفرشة الأول.
بس وعقب تميت أنا بس عقب تولعت الشغلة دي وتميت أرسم أرسم هذه تم يأخذون من عندي عند كميات أحط فيه صور للشيوخ أحط فيه صور الملوك الأمراء أسوي الرسمة كلها كاملة أرسمها أسبقها عقب أسبق مني أول شيء الذهبي وبعدين مثل هذه الحمر فوقه لأن الذهبي هو أول واحد خلاص لو أسبق فوق الحمر بس يبين الذهبي ويبين الحمر ما يبين لون ثاني وبعدين أخلي الصور هذه أحط سي مكان النقشات وأحط أخلي الصور دلين لين خلصيت كله كامل عقب يتم عبر الفراغ هذه الفراغ هذه أستعمله أنا بالسفنجة أخلي صبغ هذه مال الزجاج عليه هذه بس هذا هو أحط عليه قاط قاطين كذي فوقه هذا هو شو حنقطيت هذه لكن منك ورا يبين لك بس الأسود مكان الفراغ يعني هذه الحمر ما تغير يعني الصبغ الأولي بس خلاص هذا هو أول ما صبغه بس يتم هو لو حط عليه صبغ أي لون ما يروح شوف الحين هذه أنا صبغت الحمر أنا شوف مكان الجناح بدل لا أحط القصدير سويته شنو أنا سويته علم البحرين شوف الحين هذه ما في شوف الحمر ما تغير بس مكان الفراغ الأسود هذه راح هذه بدل الجناح سويته عن علم البحرين فيهم هاي بالنسبة للجامع الشفافة عندنا هاي الختم الدلموني سويناه من خشب أبيض عقب نصبغة ماي الذهب لون ذهبي هو اسمه ماي الذهب يعني فنخليه في البرواز وعندنا هذا لين المخارط لين نستعملهم حق المباخر وعندنا هذه النكشة طبعاً خشب MDF هذا نكشة تقدر تسويها ليت تقدر تسويها أباجورة تقدر تسويها مبخر في لها عدة أشغال أغلب الأبواب القديمة اللي إحنا عملناها بالطريقة الأصلية القديمة ما ظهرنا عن المألوف ولا يبنى نقشات من عندنا أضفناها علشان ما نضيع الهوية وما نضيع النقش القبلي الأصلي فإحنا قد ما نقدر نتمسك بالنقشات القديمة اللي كانت موجودة عندنا أنا جيت سويت الصندوق مزج فيه كل هاي الخشب الطبيعي اللي سويناه فيه وفي بعضهم لا كل نوع سويت منه صندوق مبخر بعد نفس الشيء مبخر بعد جمعت فيه كل أنواع الخشب وطورت الشغل يعني لأن أنا قاعد أشتغل في خشب الطبيعي خشب الطبيعي هو بروحه جميل يعني النجار يستمتع ويا الخشب يشوف أشياء بعدين التحفة تصير جدا جميلة لأنه خشب طبيعي وخشب الطبيعي معروف في جماله يعني صراحة حبيت أسوي صندوق من ساج يعني وضفت عليه النحت صار كامل كله منحوت من فوق من البرود يعني سويت فيه ديزاين واجد حلو ده الديزاين ماخذنا من باب نقشة قديمة من باب يعني أنا عندنا في المنامة أشوف البيبان القديمة فيه فأخذ النقشة وطورتها خليتها على الصناديق خليتها على المباخر خليتها على وايد أشياء سويت منها يعني وعندنا الكراسي يعني وايد صارت لنا شهرة فيها لأن احنا نعمل كراسي قديمة اسمهم كراسي النوخذة والله حاليا أشوف المقابس عليها يعني طلبية وايد اللي هي هذه الخشبية المقبس الخشبي لأن هو الخشب ذي يعني ديزاين قديم وفي لمحات يعني تطورية العملية حلوة هي شوي متعبة وياخذ وقت النقش ذي وايد زين لكن في الأخير يطلع حلو ودائما احنا نشتغل النقش مالنا نشتغل كلها باليد ما عندنا مكاين ابدا في الورشة عندنا ما في اي مكينة خاصة بالنسبة حق النقش الخشوم هذي والمزلاي وذي دائما نشتغل عليهم بكلها باليد ما عندنا مكاين فتلقى ذي النقشة تختلف عن نقشة ثانية لأنها معمولة كلها باليد الأبواب
يعتمد على الحجم مالها ويعتمد على النقش مالها. إذا فيها نقوشات تأخذ لها وقت، إذا ما في نقش يعني سادي ما بياخذ وقت، ياخذ له تقريبا 20 يوم، 10 أيام، 15 يوم إذا هو عادي يعني. أما إذا في نقش لا، بياخذ يمكن شهرين. بالنسبة عن المبخر هذه الشكل تقريبا يعني ياخذ له تقطيع بصبغة بتركيب النحاس يعني تقريبا 4 أيام، تقريبا حوالي 4 أيام ولا 5 أيام يعني. بس كل ما زاد النقشة اللي فيه ياخذ وقت أكثر، كل ما قلت النقشة هذه ياخذ وقت، هذه ياخذ وقت لما تدق عليه دق على أساس تعطيه نفس ما قلت لك الزري مال الثوب مال الأول. هذين الصغار المبخر ولا هذه المرش والدلة والباب والعندك الفانر ولا الفانوس، هذين تقريبا ياخذون لهم يعني بالكثير 3 أيام يعني 3 أيام، يومين بتقطيعهم صبغهم هالحدود. نفس الحب، بس نفس ما قلت لك إذا كان حجم أكبر يأخذ تقريبا هذه يعني، لأن نسوي هاي نأخذ من مصنع الفخار هاي تقطيع وكذا، هذه يأخذ وقت يعني تقريبا 6 أيام يعني، يعتمد على الحجم. كل ما كبر الحجم خذ وقت أكثر، وكل ما صغر الحجم صار ياخذ له وقت بسيط. نروح دورات يعني، نروح دورات في المجمع وبرا المجمع، ومعارض أكثر شيء بعد يعني، واجد تفيدنا احنا المعارض، نعرف الناس على أعمالنا، تشوف الأسر المنتجة شنو يسوون بالضبط. والحمد لله يعني ما قصروا، دعمونا بمجمع العاصمة يعني، كل أشياء الحمد لله الأعمال مالنا قاعدة تسوق في مجمع العاصمة، احنا وايد مرتاحين يعني. أحسن دعم حصلناه اللي هو هذه المبنى مركز العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية اللي قامت ببناء حرم ملك البلاد الأميرة سبيشة جزاها الله خير، رحم الله والديها. أنا أقول أحسن دعم لنا، وشكر حق وزارة التنمية الاجتماعية اللي تدير هذه المبنى من موظفين من رعاية موجودين هنا يعني، مستقبلون السواح. وشكر حق هيئة الثقافة والآثار اللي كانت يعني بارك الله فيهم كانوا يدعموننا، وكنا نشارك على مدى بعيد يعني تقريبا 20 أو 25 سنة مهرجانات تراثية اللي تقام خارج البحرين، ومنها مهرجان الجنادرية. أشكر الحكومة على اهتمامها بالحرفيين في تطويرنا، وعلى أساس أن نكون يعني الأفضل والأحسن، وإن شاء الله نكون إحنا عند حسن ظنهم على ما نلقاه من اهتمام وهذه المبنى، أن نشرف مشاركتنا في أي مجال خاصة في مجال التراث، المهرجانات الخارجية المهرجانات الداخلية، نكون عند حسن ظنهم ونشرف مملكة البحرين في هذا المجال. بالنسبة حق الأجانب وايد يحبون أبواب البحرين، خاصة الأبواب هذه القديمة المسمارية يعني، يحبون يحاولون انهم ياخذون حتى قطعه بسيطه من باب نقشه او شيء نسويها لهم في خشب او ذي وياخذونها وياهم، يصورون الابواب القديمه، يحبون الابواب، يحبون الشغل هذه لانه يعني يشوفون فيه مجهود. يجون ناس يعني من مختلف الاجناس يعني، يجون السواح، يجون يقدرون العمل الفني والهاند ميد يعني. أنا شغلي أكفره كله هاند ميد يعني، وكله خشب طبيعي يعني. نفس ما قلت لك أنا طورت الشغل في الديزاين في النحتات. الحين في تطورات وايد يعني، إحنا عندنا مثلاً
نطق نستعمل الروتر اللي هي يسوي الديزاين اللي هو الديزاين ذي اللي في الود، نستعمل الحارق الخشب نحرقه يكون يطلع لنا عروج الخشب الأبيض، ويعني هاي التطورات اللي الحين صايرة عندنا. In today's modern world, where technology and mass production dominate, the art of woodcrafting stands as a testament to the beauty and the value of handmade, one-of-a-kind pieces. From elegant front doors to interior chairs, windows, frames, and sensors, wooden crafts continue to hold a special place in the hearts and homes of the people in Bahrain, as wooden crafts have played an important role in shaping their culture and history. In addition to being functional and aesthetically pleasing, wooden crafts also hold a sense of nostalgia and charm with versatility, durability, and sustainable qualities. The craftsmanship and dedication that goes into making a wooden piece is a true art form, and each of them is a unique masterpiece that will always tell its own story throughout ages.